السابع عشر من آذار 99، الرئيس الشهيد رفيق الحريري يلبي دعوة مجلس العمل اللبناني لعشاء تكريمي على شرفه أقامه في فندق كراون بلازا في دبي لمناسبة مشاركته في ملتقى الإمارات الدولي. لابد لنا من التضامن العربي، ليس هناك من حل آخر، ليس أمامنا حل آخر على الإطلاق، ولا بد لنا ونحن البلد الصغير لبنان، هذا البلد الصغير الذي شغل العالم بمشاكله وأخباره، لا بد أن يلعب دوره ما بين الدول العربية من جهة، ويكون لبنان هو وهو فقط بوابة الغرب على الشرق. هذا الدور تحاول إسرائيل أن تلعب، ومن هنا نظرة إسرائيل الخاصة إلى لبنان واعتبار لبنان هو أحد أهم أعداء إسرائيل رغم كل الكلام الذي نسمعه.